الفنانين المبدعين الذين قدموا فنا يحترم حقوق الإنسان ويدعو لثقافة هذه الحقوق. وزي ما تعودنا يمكن سوف نسمع بعض الأصوات تقول المجلس ساب السجون وساب انتهاكات حقوق الإنسان وبيكرم أو بيتكلم على مسلسلات رمضان. طبعا الموضوع أكبر من هذا بكثير، فنحن نعلم علم اليقين أن الفن الراقي والرفيع هو الذي يدفع الأمم إلى النهوض والرقي والتقدم. التحم الأصل مع الصورة، فلم يعد المشاهد يفرق بين أين ينتهي أمين ومتى يبدأ محمد ممدوح. فليتفاجأ. هذا الحفل أراه له أهمية خاصة، لأن هو يقوم بتكريم الأعمال الدرامية التي تتحدث عن حقوق الإنسان. الأعمال الدرامية النظيفة اللي فعلا تستحق أن تنسب إلى الفن الحقيقي قليلة جدا، فكلها حاجات ضد الأخلاق وضد قيم المجتمع. الأمر الثاني، أمور حقوق الإنسان في مصر متدهورة جدا. لما نلاقي بقى حفل بيكرم الحاجات اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، فدي طبعا تبقى حاجه كويسه وحاجه نظيفه. هو اهم حاجه يكون فيها فن، هي بتقدم بفن، هي مش وعظ مباشر انا المصري.